استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر القضيبية اليوم سعادة الدكتور إيمابيل إيجيلوس مبعوث فخامة رئيس جمهورية الفلبين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يزور مملكة البحرين حاليا. وخلال اللقاء نقل الدكتور إيمابيل إيجيلوس لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تحيات فخامة الرئيس رودريغو دورتيرتي رئيس جمهورية الفلبين الصديقة على جهود سموه في توطيد التعاون بين البلدين الصديقين، فيما كلفه سموه بنقل تحياته لفخامة رئيس جمهورية الفلبين متمنيا سموه لجمهورية الفلبين وشعبها دوام النهضة والتقدم. وأعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن ارتياحه لما يشهده مسار التعاون بين مملكة البحرين وجمهورية الفلبين من تطور مستمر في مختلف المجالات في ظل ما يجمع بين البلدين من علاقات تاريخية متميزة وتفاهم في العديد من القضايا الإقليمية والدولية. وأكد سموه حرص مملكة البحرين على الارتقاء بمستويات التعاون الثنائي مع جمهورية الفلبين إلى مستويات أعلى تخدم المصالح المشتركة وتطور آفاق التنسيق والتشاور بين البلدين بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين على المستويات كافة. وأشاد سموه بجهود أبناء الجالية الفلبينية وإسهاماتهم في مسيرة التنمية التي تشهدها مملكة البحرين، مؤكدا سموه أنهم يحظون بكل الاحترام والتقدير. من ناحيته أشاد مبعوث رئيس جمهورية الفلبين بما يليه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من اهتمام بدعم كل ما يسهم في تنمية علاقات التعاون والصداقة المتميزة بين البلدين، مشيدا بمواقف مملكة البحرين الداعمة لجمهورية الفلبين في مختلف المحافل، مؤكدا حرص بلاده على تقوية أواصر التعاون مع مملكة البحرين في شتى المجالات، معربا عن شكره وتقديره لمملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا على ما تحظى به الجالية الفلبينية في المملكة من رعاية واهتمام.